اليوم كنت اسمع لبعض الناس يقول، حتى بعض الناس اليوم في الدعاء يعني هو لا يظهر الافتقار الى الله سبحانه وتعالى. تسمع ادعية ملحنة ومع التصوير اليوم مع هذه الامور، ويكون الدعاء احيانا حتى مع النغمات مع المؤثرات الصوتية. اين الدعاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه؟ يعني لابد ان يكون الدعاء على ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ان من اسباب اجابة الدعاء الافتقار الى الله، التوحيد، الخروج من المظالم، يعني يكون على طهارة، يستقبل القبلة، يرفع يديه إلى السماء موقن بإجابة الدعاء، يعني يتحرى أوقات الإجابة، ثلث الليل الآخر مثلا، اليوم كان قبل المغرب مثلا. فالناس اليوم يعني يحتاج والله أعلم إلى توحيد، هذا المهم عندنا والله. ليس معنى هذا نحن يعني أفضل منهم، لا والله، الكل الآن لابد أن نراجع الحسابات كما يقال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا كما جمعنا الآن بكم، أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى.